بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في هذه المحاضرة الأولى من نوعها ضمن نظام التعليم الإلكتروني، ونتمنى طبعا أنه تزاح هذه الغمة وتنتهي هذه الأزمة ونعود سريعا إلى مقاعد الدراسة بالصورة الطبيعية. Our lecture today is entitled as Mechanical Principles Involved in Tooth Extraction. Removal of teeth from the alveolar process requires the use of the following mechanical principles. عندنا طبعا three basic principles that are utilized in the process of extraction, وهي the lever, the wedge, and the wheel and axle. The lever أو العتلة نستخدمها. طبعا نتذكر بالدروس الفيزياء كان عندنا ثلاثة أنواع من العتلات. فالعتلة من النوع الأول اللي نشوفها هنا في هذه الصورة هي اللي تستخدم وتطبق في عملية الإكستراكشن، والمثال الشهير عليها اللي ذكرناه سابقا هو استخدام الكرين بيك إليفيتر، هذا اللي نشوفه هنا في هذه الصورة، كرين بيك إليفيتر، استخدامه في removal of remaining root from the socket after preparation of a purchase point in the root. نقدر نستخدم we can insert the tip of the elevator in this point and deliver the root by the use of first class lever. Second principle is the wedge. Wedge هو الوتد اللي هنا نقدر نشوف بالصورة شلون ممكن نستخدمه after we insert it، يعني إذا حشرناه في مادة معينة ممكن يعني نستخدمه للإكسبانشن، راح يصير عندنا فتحة وإكسبانشن وسبلتينج، ممكن أيضا نشطرها إلى قسمين عن طريق استخدام الوج. الوج يستخدم مع التو instruments that are used in the extraction. طبعا نتذكر ونعرف أنه الإكستراكشن يعتمد على two instruments اللي هي الدنتال إليفيتر والإكستراكشن فورسبس. هنا نذكر بال basic components of the extraction forceps. هنا عندنا الهاندل والهنج وآخر شيء البيكس of the extraction forceps. Each beak will act as an elevator. يعني هنا إذا نتخيل هذه نتخيلها كإليفيتر راح يدخل بين البون وبين التوث ونستخدمه في luxation of the tooth. هنا عندنا صورة توضح لنا هذا المبدأ. The narrowest part of the beak هذه راح تدخل بالبداية بالperiodontal space and by strong apical pressure راح ندفع هذا ندفع الانسترومنت as more as far apically as we can ندفعها، فهذا راح يؤدي أولاً إلى expansion of the socket، ينفتح عندنا السوكت، وثانياً راح يؤدي إلى jumping effect راح يصير عندي على التوث أو الروت اللي موجود. فهذا تطبيق لمبدأ الوج regarding the extraction forceps. أيضاً regarding the dental elevator we can utilize this principle. من نحاول ندخل straight elevator small straight elevator ندخله بين الروت وبين البون وندفعه apically، هنا أيضا راح نحصل على الوجينج effect وممكن يصير عندنا expansion of the bone and the luxating of the tooth or the tooth root. Third principle، مبدأ الثالث والأخير اللي هو الويل اند اكسل، وطبعا احنا شايفين تطبيقاته في كل انحاء الحياه
وبالسيارات سامعين به بالويل اند اكسل اللي هو العجلة ومحور العجلة. والمثال التطبيقي اللي ذاكريه سابقا هو الكراير إليفيتر. كراير إليفيتر نستخدمه on the basis of wheel and axle. خلي نفترض انه كان عندنا فراكتشر بالروت، عندنا هنا كان مانديبولر فيرست مولر، ودورينج اكستراكشن فراكتشر اوف ذا روت هابند، عندنا هنا بقى وان روت اند ذا اذر روت is delivered with the crown. فهنا راح نستخدم الـ cryer elevator by inserting it into the empty socket، ندخله هنا بالـ empty socket and we can rotate it in the wheel and axle fashion in order to remove the interceptor bone and the remaining root. هنا عندنا فد فيديو مبسط راح نراجع به these three principles اللي هي الميكانيكال principles. هنا طبعا عندنا هذه الاكستراكشن فورسبس، هذا هو الوج principle بالبداية شلون نستخدمه for the splitting and expansion of the substance، وهنا تطبيقه اللي هو البيكس of the extraction forceps وشلون إذا دفعناها apically راح تؤدي إلى expansion of the bone وأيضا إلى occlusal movement of the tooth. وعدنا أيضا first order lever اللي هي second principle، هاي first order lever شلون نستخدمها في عملية extraction. أخذنا مثالها بالكرين بيك إليفيتر. والمبدأ الأخير اللي هو الويل أند أكسل، العجلة ومحور العجلة. هنشوف شلون راح يكون عندنا الروت التيب أوف ذا إنسترومنت هي الويل، والشانك أو الهاندل راح تشكل لنا الأكسل. Now we will talk about the principles of the elevator and forceps used. طبعا الـ elevator, dental elevator, الـ primary function إلى هي luxation of the tooth، وبعدين بعد ما يصير عندنا certain amount of the movement or luxating of the tooth, we can use the extraction forceps to complete the extraction process. Forceps تستخدم بالحقيقة إلى بهدفين، الأول هو الـ expansion of the bony socket مثل ما ذكرنا، لأنه الـ peaks راح تعمل كوج principle، وثانيا الـ removal of the tooth by grasping of the tooth firmly نقدر نكمل عملية الاكستراكشن. فورسبس الحقيقة ممكن نقوم بها ب 5 major movements. First of all is the apical movement or apical pressure. All teeth could be extracted first by applying a strong apical pressure. والأبيكال برجر ممكن راح يؤدينا إلى نتيجتين مهمتين. الأولى هي الإكسبانشن، لأنه من يدخل البيكس of the forceps within the periodontal ligament راح يصير عندي إكسبانشن بالبوني سوكت. والثانية هي الديسبليسمنت of the center of rotation. هذا السلايد راح نفهم الكونسبت of the center of rotation. هنا إذا سوينا grasping للتوث في هذه المنطقة، فهنا راح يكون عندي السنتر اللي تصير به الموفمنت. من أسلط هسه باكولينجوال فورس، راح أحرك التوث بهالطريقة باكولينجوال فورس، هنا عندي راح يكون
center of rotation. وهذا center of rotation نشوف انه هو ما رايح ما واصل apically يعني بالصورة المناسبة, ولذلك هناك risk of fracture بالروت tip region. ولذلك فإحنا إذا دفعنا الفورسبس as far apically as possible راح نضمن أنه center of rotation يتحرك more apically and thus minimizing the chance of fracturing the root. Second movement is the buccal movement. هنا بهذه الصورة طبعا هنا نعتبر هذا هو البكل سايد وهنا عندنا اللينجوال سايد. ف with a good grasp of the tooth راح نسلط بكل برجر نحاول نحرك التوث to the buccal side by firm pressure حتى نسوي expansion بالبكل plates. Third movement هي اللينجوال or the palatal pressure اللي راح نطبق بها نفس البرنسبل إنما بالاتجاه المعاكس. هنا راح نبدي نسلط firm pressure اتجاه اللينجوال or the palatal side أيضا حتى نسوي expansion للبون في هذه المنطقة. وعندنا الفورث movement هي rotational movement أو rotational pressure. Rotational movement should be avoided in the multi-rooted and curved roots teeth. يعني هذه ممكن نستخدمها فقط إذا كان عندنا single rooted tooth without curvature. Otherwise, the root may be fractured. لذلك لازم نتجنبها إذا كان عندنا multiple roots وإذا كان عندنا curved roots. Finally, we have the tractional force اللي هي عملية السحب after complete luxation and adequate expansion of the bone. راح نقدر هنا نكمل عملية الاكستراكشن the last step where we can deliver the tooth from its socket. فباختصار عندنا كل الأسنان تحتاج إلى apical pressure, strong apical pressure. بعدها راح نختار نوع الفورس المناسبة, ممكن تكون buccolingual وممكن تكون rotational movement. أغلب التيث راح تحتاج buccolingual movement. وملاحظة عندنا أنه في كل الأسنان تحتاج more buccal than lingual pressure except at the posterior mandible. في منطقة posterior mandible راح يكون عندي buccal plate thicker than the lingual plate, وهنا ضروري انه يكون عندي lingual pressure اكثر من buccal pressure على عكس الحال في بقية المناطق. في بقية المناطق راح يكون buccal plate thinner than the lingual plate, وبالتالي يكون عندي البكل فورس المفروض تكون أقوى من اللينجوال فورس. وبالنهاية راح نوصل إلى المرحلة مال التراكشنال موفمنت اللي بيها راح نكمل عملية الاكستراكشن safely and without complications like the fracture of the root or fracture of the bone. لذلك فعدنا الانسايزرز الكانينز بريمولارز removed primarily as a result of the strong buccal force and less vigorous lingual pressures. The exception اللي عندنا هو المانديبولار مولار teeth اللي راح تحتاج إلى more lingual pressure than the buccal pressure. طبعا مستعد أسمع استفساراتكم أسئلتكم وملاحظاتكم عن المحاضرة. وأمنياتي لكم جميعا بالتوفيق وشكرا لكم.